أهلا بكم من جديد. وإلى ما كشف عنه تقرير برلماني عراقي عن مقتل الآلاف من المفقودين على يد ميليشيات مسلحة، فقد صدمت تصريحات رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي العراقيين، خاصة في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى بابل، بعد إعلانه مقتل المختطفين العراقيين من سكان مدن وشمال غربي ووسط العراق على يد ميليشيات مسلحة. وقال الحلبوسي: الآلاف ممن سماهم بالمغدورين من العراقيين اقتادتهم ميليشيات مسلحة خلال نزوحهم عن مناطق القتال بين عامي 2014 و2016 إلى جهات مجهولة وقامت بقتلهم. وكان أهالي ما يعرف بملف المختطفين في العراق يتشبثون بأمل عودتهم، خصوصا مع استمرار ترويج إشاعات عن وجودهم في معتقلات سرية للميليشيات في مناطق تسيطر عليها، أبرزها جرف الصخرة. وطالب الحلبوسي الدولة العراقية بإنصاف ذويهم وشمول عوائلهم بقانون ضحايا الإرهاب وكذلك بالتعويضات. وتوجه اتهامات لميليشيات عدة بالوقوف وراء تغييب هؤلاء، أبرزها كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وبدر وسيد الشهداء والإمام علي والخرساني ورساليون والنجباء وجماعات مسلحة أخرى. أصدر مرصد آفاد لحقوق الإنسان في العراق بيانا اعتبر فيه حديث الحلبوسي إعلانا رسميا بإعدامهم على يد الميليشيات المسلحة خلال عمليات مطاردة تنظيم الدولة في العراق. أرحب بضيفي عبر سكايب، الدكتور حميد الكفائي الكاتب والأكاديمي العراقي معنا من لندن، وكذلك ضيفنا الآخر عبر سكايب أيضا سيف الإبراهيمي الإعلامي العراقي معنا من العاصمة بغداد. أهلا بكما ضيفي الكريمين. دكتور حميد، بداية يعني التوقيت، كيف تقرأ هذا التوقيت الذي يكشف فيه الحلبوسي عن بين قوسين هذه الجرائم التي ارتكبت؟ تحية لك وللمشاهدين والضيف الكريم من بغداد. في الحقيقة ما قاله الحلبوسي لم يفاجئ أحدا، لأن الموضوع معروف. يعني عندما يختطف المرء كل الذين اختطفوا قتلوا، قل منهم خرجوا أما بدفع فدية أو بعد ضجة عالمية مثل ما حصل لصحفية اختطفت يعني عام 2018 على ما أتذكر، نعم 2018. أما الذين يختطفون فهم يقتلون، لأن هؤلاء بالمئات يعني يؤخذون، لا توجد سجون كافية عند الميليشيات بحيث أنها يمكن أن تستوعب هؤلاء. ما قاله الحلبوسي هو اعتراف بحقيقة يعرفها الجميع، ولكن المطلوب من الحلبوسي أن ليس فقط يكشف عن مصير هؤلاء المغدورين، وإنما عليه أيضا أن يسعى، وهو رئيس البرلمان العراقي، أن يسعى لأن يجلب القتلة إلى القضاء. لا يمكن أن تمر هذه الجرائم الشنيعة بهذه السهولة. لكن هو دكتور حتى لم يكشف عن أسماء هذه الميليشيات التي تحدث عنها. لا يستطيع، هو للأسف الميليشيات التي تدعمها إيران هي أقوى من الدولة، يعني هذه حقيقة. يعني الدولة حتى الحكومة، حكومة السيد السوداني أو الحكومة السابقة والتي قبلها، هي حكومات ضعيفة بسبب اختراق الميليشيات للأجهزة الأمنية وللجيش العراقي، لذلك لا تستطيع. وهذه الميليشيات مدعومة من الحرس الثوري الإيراني. إذن هناك مشكلة عميقة، و السيد الحلبوسي والسيد البرزاني والقادة الآخرون سواء كانوا من شيعة سنة أكراد تركمان مسيحيون، أمامهم مشكلة كبيرة، وهي أن يحاسب المجرمون، يحاسب الخاطفون والقتلة. يجب أن يجلبوا إلى القضاء، ويجب أن يعرف الشعب العراقي مصير آلاف، ليس فقط هؤلاء من هذه المناطق، وإنما أيضا المتظاهرون في الشوارع الذين قتلوا عام 2019 و2020، أين ذهب قتلتهم؟ الناس تريد أن تعرف. والحلبوسي رئيس البرلمان العراقي وعليه مسؤولية كبرى،
المنصب ليس فقط يشغله المرء كي يبقى شاغلا للمنصب دون أن يقدم خدمة للناس الذين انتخبوه ويمثل العراقيين، وعليه أن يسعى أو على الأقل أن يكشف للناس ما هي مساعي ومساعي البرلمان العراقي لجلب هؤلاء القتلة إلى القضاء والحد من نفوذ الميليشيات والحد من تدخل إيران في العراق. ما الذي فعله الحلبوسي والآخرون؟ لكن دكتور، يعني أنت تحدثت في البداية عن أنه كان يجب على الحلبوسي أن يجلبهم للقضاء، وفي إشارة أيضا في إطار حديثك قلت أنه هذه الميليشيات أقوى من الدولة، وبالتالي عملية المحاسبة كيف يمكن أن تتم إذا كان الوضع بهذه الصورة؟ هي أصبحت أقوى من الدولة بسبب ضعف الكتل السياسية، بسبب ضعف القادة السياسيين العراقيين، بسبب الانقسامات المذهبية والمناطقية والقومية. ولو كان هؤلاء السياسيون يعني لديهم مشروع وطني لما تمكنت الميليشيات المكونة من بضعة آلاف من الأشخاص. نعم أنهم مدعومون من دولة أخرى، ولكن العراق لديه أيضا تحالفات دولية، كان بالإمكان تفعيل تحالفات العراق الدولية خصوصا تلك المعقودة مع الولايات المتحدة المسؤولة عن كل هذا الوضع العراقي الآن. يجب أن تفعل هذه الاتفاقيات، وبإمكان العراق أن يكون قويا أمام إيران وأمام غيرها، ولكن تبعية القوى السياسية خصوصا القوى الشيعية منها إلى إيران جعل العراق ضعيفا، وكذلك انقسام الكتل السياسية الأخرى السنية والكردية والشيعية أيضا العلمانية غير الموالية لإيران، انقسام هذه الكتل عزز وقوى الميليشيات وقوى إيران وجعلها تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في العراق. طيب دكتور، احنا نريد ان نبحث اكثر في مسألة يعني تحقيق العدالة، مسألة المحاسبة، الذهاب للقضاء. من المنوط به اليوم الترافع عن هذه الجرائم؟ هل يترافع الأهالي مثلا، او يجب ان تبحث الحكومة في الموضوع، او الحلبوسي، ام الأحزاب؟ من بالضبط عليه ان يتحرك؟ بالتأكيد الحكومة العراقية هي المسؤولة عن حماية المواطنين. لا يمكن، الأهالي لا يعرفون من الذي قتل وخطف أبنائهم، لا يعرفون ذلك. كيف يمكن أن يقاضوا أشخاصا مجهولين؟ لا يمكنهم ذلك، ولكن بإمكانهم أن يطالبوا، وقد طالبوا واحتجوا، واحتج العراقيون في كل مكان. القضية ليست قضية سنية فقط كي يمثلها الحلبوسي، وإنما هي قضية عراقية. هؤلاء قتلوا غيلة وغدرا، لا أحد يعرف ما الذي فعله هؤلاء. إن كان بعضهم قد ارتكب مخالفات أو جرائم، فليقدم. لماذا لم يقدموا إلى القضاء؟ لماذا يقتلون سرا؟ لذلك العملية منوطة بالحكومة. الحكومة هي التي يجب أن تكشف عن مصير هؤلاء، وهم من كل أبناء من كل مناطق العراق. بالمناسبة من كل مناطق العراق قتل وخطف المئات خلال السنوات الماضية. لذلك الحكومة مطالبة، والبرلمان العراقي مطالب أيضا. البرلمان يمثل الشعب، إن كان فعلا يمثل الشعب هو مطالب بأن يكشف عن الجهات التي خطفت وقتلت هؤلاء. دكتور، يعني دعني أسأل هذا السؤال الأخير. يعني هكذا جرائم تكشف في هذا التوقيت بعد نحو 5 أو 6 أعوام على اختفاء هؤلاء الأشخاص، ما الذي يعكسه عن واقع العراق؟ وهل هنالك أمل فيما يتعلق بالمستقبل؟ لا أعرف دكتور إذا ما كنت تسمعني أم لا. تسألني أم لا؟ تصورت؟ نعم. لا السؤال لك دكتور. أسأل نعم، أعد السؤال. عن مستقبل العراق إذا ما كانت هكذا جرائم تتكشف في هذا التوقيت. أعتقد أن الشعب العراقي الآن يعرف جيدا، معظم العراقيين يعرفون أن هناك مشكلة كبيرة، وهذه المشكلة هي الميليشيات. ولذلك غادر العديد من أصحاب الرأي ومن الصحفيين والأكاديميين، غادروا العراق بسبب عدم قدرتهم على البقاء في ظل هذه الأجواء.
الشعب العراقي ثار على النظام كله عام 2019 انتفاضة تشرين و2020، والانتفاضة لم تنتهي بل هي مستعرة ولكن بهدوء. لذلك المستقبل سوف يصنعه العراقيون، يصنعه الشباب العراقي. وأعتقد أن الطبقة السياسية أيضا أدركت وتعرف جيدا أن العراقيين لم يعودوا يقبلون بتبعيتهم لإيران وبالتجاوزات التي ترتكبها الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، ولكنهم ما زالوا منقسمين ومتحاربين متناحرين، لذلك لم يتمكنوا من أن يتوصلوا إلى صيغة معينة للحكم. ولكن الشعب العراقي لهم بالمرصاد، أنا متأكد أن العراقيين لن يسكتوا على هذا الوضع، وأن الولايات المتحدة أيضا والمجتمع الدولي والدول العربية مطالبة بأن تقف إلى جانب الشعب العراقي في هذه المحنة. هي محنة كبيرة وعميقة في الحقيقة، ولا يوجد هناك مخرج سهل لهذه المحنة، ولكن أملنا نحن كعراقيين أن الشعب العراقي سوف يتصدى لهذه المخاطر. وبالتأكيد النظام الإيراني هو أيضا ضعيف، الشعب الإيراني ثار عليه، ومن الخطأ أن يعول القادة السياسيون العراقيون على التبعية لهذا النظام المتهرئ، نظام متهرئ وهو يضعف يوميا أمام الشعب الإيراني ويضعف أمام المجتمع الدولي، وإيران محاصرة دوليا. فهناك الكثير من المتغيرات التي يمكن أن تحصل وتساعد على حل المشكلة العراقية. دكتور، كنا حكيت لك إنه هذا سؤال أخير، ولكن إذا سمحت لي بإضافة أيضا سؤال آخر. إذا أردنا الحديث عن المسؤول أيضا ومن يتحمل المسؤولية وراء وقوع هذا العدد الكبير من المفقودين ضحايا، نحن نتحدث عن الحكومة الموجودة حاليا، نتحدث عن الحكومة السابقة، نتحدث عن الحكومة العبادي اللي كانت موجودة في العام 2016-2017، أي حكومة بالضبط؟ يعني كل هذه الحكومات، الحكومة الحالية لا يمكن أن تلام لأنها لم يمض عليها سوى شهر ونيف، لذلك لا يمكن أن تلام الحكومة الحالية، ولكن نأمل من الحكومة الحالية أن تنجز ما تخلفت عنه وما عجزت عنه الحكومات السابقة. بالتأكيد الحكومة السابقة كانت ضعيفة جدا وما كان يجب أن تشكل، ولكن تلك الحكومة شكلت وصوت لها الكثير من أتباع إيران أيضا. الحكومة السابقة حكومة عادل عبد المهدي كانت ضعيفة جدا، وهي كانت الميليشيات هي التي تدير الحكومة. حكومة العبادي كانت منشغلة بداعش، ولذلك تساهلت ربما أو غضت الطرف أو ربما لم تستطع أن تعالج هذه المشكلة، ولكن هذه المشكلة يجب أن تعالج اليوم أو غدا، لا بد من معالجتها. وهناك آمال كبيرة تعلق على هذه الحكومة، حكومة السيد السوداني، وهو رجل له خبرة طويلة وليس محسوبا على إيران، فهو من أهل الداخل ولم يعيش في إيران أو يتعاون مع إيران سابقا، بالرغم من أنه ينتمي إلى الكتلة الشيعية التي يقودها بعض الموالين لإيران، ولكن الأمل أن السيد السوداني سوف يتمكن على الأمد البعيد. هذه مشكلة معقدة تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى جهود وتحتاج إلى ضغوط شعبية وتحتاج إلى ربما هنا دكتور تحتاج إلى سند أيضا، يعني في نهاية السوداني لن يسير وحيدا باتجاه فتح مثل هذه التحقيقات. نعم بالتأكيد هو يحتاج إلى دعم الشعب العراقي ودعم القوى السياسية الأخرى، ولكن الشعب العراقي يحتاج إلى تطمين، يعني أنه يجب أن يخرج السيد السوداني من هيمنة كتلة الإطار وأن يكون عراقيا وأن يلبي طلبات الشعب العراقي، وهو حتى الآن أداؤه جيد، ولكن هناك يعني ما زلنا ننتظر منه المزيد في هذا المجال، المزيد من العمل والمزيد من السياسات التي
يمكن أن تقود إلى دولة حديثة، دولة عصرية، دولة ديمقراطية، والتي يحلم بها الجميع. وهذا لن يحصل إن لم يجلب القتلة والخاطفون والسراق إلى القضاء. دكتور، تحدث عن دعم داخلي بالنسبة للسوداني، خاصة من الشعب، من الأحزاب، لكن هل هو بحاجة أيضا إلى دعم إقليمي مثلا، دعم دولي أيضا في ملف مثل هذا، خاصة أن الأمر بالتأكيد في العراق لا يرتبط فقط بمسألة مفقودين، هو يرتبط كذلك بين قوسين بالحرب على الإرهاب، أمريكا تشارك في هذا الموضوع، مرتبط بتراجع أيضا الاقتصاد، الواقع الاقتصادي ليس جيدا في العراق، هناك ملفات أيضا حياتية مثل الكهرباء، الماء وما إلى ذلك. نعم، الوضع الدولي مطلوب، ولكن يعني أمام السيد السوداني فرصة كبيرة. الوضع الاقتصادي أفضل بكثير من السابق، من أيام العبادي وأيام عادل عبد المهدي وأيام الكاظمي. الآن أسعار النفط مرتفعة، العراق وضعه جيد المالي. السوداني يحتاج أن ينفتح على العالم العربي وينفتح على دول العالم ويفعل الاتفاقية التعاون الاستراتيجي، الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والاتفاقية الأمنية، وأن لا يعول على إيران. إيران ليست صديقا للعراق، هذه حقيقة. يمكن إيران أن تكون دولة جارة، ويمكن التعاون مع إيران في المجالات الاقتصادية، ولكن يجب الخروج من العباءة الإيرانية، لأن هذا أمر يقلق العراقيين ويقلق دول المنطقة. إن أردت دول المنطقة أن تكون إلى جانبك أيها السيد السوداني وكل عراقي، يجب أن تخرجوا من عباءة إيران. إيران تعادي دول المنطقة، وليس فقط العراق، كل دول المنطقة وكل الدول المحيطة بإيران هي أصبحت معادية لها، من أذربيجان إلى أفغانستان إلى العراق إلى دول الخليج العربية إلى اليمن، كل الدول. لذلك يجب أن يبتعد العراق قليلا عن إيران كي يكون مستقلا، وكي يبرهن للعالم أنه يمكن الاعتماد عليه، ويمكن أن تكون دولة العراق دولة مستقلة ودولة قادرة على أن تتخذ قراراتها دون تبعية لدولة أخرى محاصرة دوليا وداخليا. أشكرك جزيلا دكتور حميد الكفائي على حضورك وعلى سعة صدرك أيضا والوقت الإضافي الذي أخذناه من حضرتك، الكاتب والأكاديمي العراقي عبر سكايب من لندن.